شاء الله حظوظ عندنا واعرين هذا العام، هذا 16 تور من بعد الكارت فينال ان شاء الله، حاجه بحاجه ماتش بماتش ان شاء الله. عندنا ليكيب هذا العام هذا كتفرح، حظوظ هائله هذا العام ان شاء الله. اوم وان كارت فينال هذا العام هذا، طمعنا شويه نصفنا هذه الماتشات ديالنا، طمعنا شويه. M Street in Washington, D.C. We've been getting up early every single morning for all the matches. And also, I hear Darija here more often. I hear Spanish more often than I hear French. The Moroccan community in D.C. is massive, and they're always sending love back home. So, let's go Morocco! This match reminds me of الماتش ديال 1986 في كأس العالم في مكسيكو، حينما المغرب فاز على المنتخب البرتغالي بثلاث أهداف لواحد، وكان إحساس عميق، وهذا الإحساس هو اللي لقيت اليوم مع الجالية ديالنا المغربية هنايا في واشنطن وفي قلب العاصمة جورج تاون. شنقول لكم، الحمد لله تأهلنا ومبروك على المنتخب المغربي، وحنا جينا اليوم إن شاء الله جينا نساندو المنتخب المغربي كيف ما كنساندوه في بلادنا، كنساندوه في بلادنا في المقاهي بحال المقهى دراس الدرب فعلا، وعملنا واحد الفطور مغربي باتاي وبالمسمن والحرشه، وشطحنا وكلينا مع احبابنا وجيراننا. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.